في سؤالين دكتور من اتنين من الإخوة، يعني بصيغة مختلفة عن مسألة الحيوانات اللي هي بتأذي الناس في البيوت، يعني زي الفئران، زي النمل، زي بعض الحشرات المختلفة. يعني الحكم قتل هذه الحيوانات دكتور؟ يعني الذي يؤذي ويضر من أشياء البيوت زي الفئران، زي العرس، زي الثعابين، طبعا جائز قتلها. زي النمل جائز، بس المهم ما يكونش بالحرب، لأن يعني نبيا كما في الحديث الصحيح قرصته نملة فأحرق واديا من النمل، فعاتبه الله لأجل نملة قرصتك أهلكت أمة تسبح الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فمش بالحرق إنما بالمبيد يترش، وبما لا يترتب عليه أضرار للآدميين. ما حط ستيم فلان في مكان الولاد بتبقى قريبة منه، فممكن العيال تتأذوا. برضو نفس الحالة الكلاب المسعورة، إذا ما فيش جهة في الدولة تاخدها وستؤذي الأطفال ساعتها نتعامل، لكن الأصل الدولة تتعامل. إنما حاجات البيوت زي الفئران، زي العرس، زي الحاجات دي طبعا جاء شرعا، زي الدبان، الحفرات، الناموس، الصراصير، كل بقى الأنواع الحفرات المؤذية في البيوت دي طبعا من حال الإنسان يتعامل مع هذه المبيدات الحشرية التي يتخلص بها منها، هذا جاء الشرع.